ادخل خش. ايه يا ابني في ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ علي اللي باعك وباعنا كان مزنوق في فلوسه وكاتب على نفسه وصل امانه لواحد في الحته عندنا، وانا اللي كنت بتصدر في الموضوع عشان اجله. من يومين لقيتهم واقفين مع بعض وفي ود ما بينهم، مشي البيه. رحت سالت الراجل لقيته بيقول لي ده رايح يجيب الفلوس وجاي. سبته وجريت وراه، ركب تاكسي ركبته وراه، لقيته نزل في حته عربيه شيك وست شيك جايه بتديله ظرف فيه فلوس. ساعتها بس مسكته وقررته، راح ادى الفلوس للراجل وجبته وجيت على هنا. سامحني يا استاذ، انا تعبت قدام الفلوس وخمت العيش والملح. ما عشان انت واطي ووسخ. سامحني يا عم مخلوق. خلاص يا ابني خلاص، وسامح ربنا، اتكل على الله وما تجيش هنا تاني. امشي امشي، اطلع بره امشي.